ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم باشمهندسة آلاء عبد المحسن، هندسة المنصورة. ده خامس فيديو معانا في البلاي ليست بتاع الماتلاب اونلاين. لو انت من برا هندسة المنصورة تقدر تتابعنا عادي، مفيش مشكلة. الكورس ان شاء الله هيكون شامل كل حاجة. طيب نيجي بقى للحلوين بتوع هندسة المنصورة. بعد الفيديو ده على طول هيتطلب منكم assignment او task، يعني رقم واحد، وهتبعتوها لي ان شاء الله سواء على الميل او على الواتساب او على جروب الدفعه. بس المهم ان في assignment هتطلب منكم عشان نتاكد ان انتوا بتشتغلوا عملي فعلا. اتفقنا؟ طيب بصوا يا شباب، احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا على الاوبريتورز وترتيب الاوبريتورز، وقلنا يعني ايه arithmetic operators واللي هي الصم والدف والحاجات دي كلها، وقلنا عموما ترتيب اولويه العمليات ايه. تمام. طيب هنيجي النهارده بقى نتكلم على حاجه اسمها بقيه الاوبريتورز بقى، اللي هي الريليشنال واللوجيكال اوبريتورز. تمام. فالاوبريشنز اللي عندنا ثلاث انواع، يا اما ماثيماتيكال او ارثماتيك زي ما بنقول، يا اما ريليشنال، يا اما لوجيكال. طيب احنا دلوقتي مش مهندسة عايزين نتكلم في اللوجيكال، او خلينا يا سيدي نتكلم في الاول في اي حاجه يعني. ماشي اوكي، نتكلم في الاثنين اسهل من بعض عموما، يعني لو الفيديو ده اصلا ان شاء الله مش هياخد 10 دقايق فمحدش يقلق منه. طيب ايه يا باشمهندسة اللوجيكال؟ انتوا المفروض ان انتوا اخدتوها في لوجيك واحد بس، واتفر يعني اللوجيكال لما انا اكون بتكلم ان انا الاء اند هديل، يعني لازم الشرط يكون متحقق على الاء وهديل عشان ترجع لي بترو او ترجع لي بون. لكن لو الاء بس اللي حققت كونديشن وما تحققش على هديل، طالما انا قايله اند يبقى ترجع لي بفولس. لكن القول يا جماعه سواء الاء او هديل اتحقق عليهم الكونديشن فهترجع لي بايه؟ بترو. لكن النوت دي لا اصلا من الاول. اتفقنا؟ فدي كلها العمليات اللي احنا بنسميها لوجيكال، ده الابريفيشن بتاعها. فسواء انت كتبت في البرنامج، يعني بصوا خلونا نشتغل عملي على طول، نكتب اند واحد واحد مثلا. فجه قال لك ايه؟ قال لك لوجيكال واحد، ما اند يعني الشرطين لازم يكونوا متحققين، يعني او واحد اهو واحد، فالاند كانها بالظبط عمليه ضرب. تمام. طب لو انت قلت برضو اند واحد وزيرو فهيديك ايه؟ هيديك زيرو. اتفقنا يا شباب؟ طيب لو اور، لو احنا قلنا اور واحد او زيرو هيدوك على طول ايه؟ لو كذا يعني واحد فيهم صح فطلع لي اوكي ترو، لكن هنا لازم الاتنين كونديشن يكونوا صح. فالاور كأنه عملية جمع بالظبط، والاند كانها عمليه ضرب. مش هقعد اشرح لكم بقى اللوجيك، يعني انا مش هشرح لوجيك واشرح ماس واشرح داتا مايننج واشرح ماتلاب، فالموضوع كبير يعني. ماشي طيب اتفقنا كده. فده اللوجيك، انا ممكن اكتب اند وممكن على طول اروح اعمل علامه الاند على الكيبورد على طول، يعني اقول واحد اند واحد. طب انا ممكن اقول اهو واحد اند واحد فقال لي على طول اوكي صح. فانا سواء كتبت اند بالطريقه دي او سواء كتبت اند بالابريفيشن بتاعها، ده مهم جدا بالنسبه لي. طيب بس مهندسه معلش، انت دلوقتي بتتكلمي ان انت خلاص فهمتينا ايه هي اللوجيكال اوبريشن. طيب ايه بقى الريليشنال؟ الريليشنال يا سيدي لو انا عايزه اقول لك اكبر من، يساوي، اكبر من او يساوي، اصغر من او يساوي، الحاجات دي كلها. يعني اديتك ايه بتلاتة، بي باربعة، وعايزه اقول لك هل ايه بتساوي بي، فانت هتقولي ترو او فولس، يعني 1 او 0، اكبر من او يساوي، نفس الوضع. اتفقنا؟ طيب انا بقى فرضا ان انا نسيت ومش عارفه اعمل ايه، ونسيت اي حاجه، نسيت اي فانكشن من دول بتعمل ايه، ونسيت اند بتتكتب ازاي، ونسيت اور، مش عارفه. تقدر تكتب هيلب، فاكر لعبه هيلب مي؟ هي بالظبط كده، هيلب وتكتب اند. ماشي، ظهر لك كل حاجه خاصه بالاند، لوجيكال اند وتكتبها ازاي والرمز بتاعها ايه واللي انت عايزه كله. طيب انت مش عايز تكتب هيلب، نسيت تكتب هيلب، لوك فور يا سيدي. ماشي، لوك فور اند، قال لك ديد يو مين كذا، لا تمام. ماشي يا شباب، فسواء هيلب او لوك فور او اي حاجه من الحاجات دي. طب فرضا بقى ان انا فضل يظهر لي حاجات كتير وعايزه اوقف في الحاجات اللي بتظهر لي،
فاضغط كنترول سي فهيوقف لي لحد هنا، يقول لك والله خلاص كفايه انت كده عرفتي انت محتاجه كل السطور دي بس، فخلاص ماشي. طب عايزه اقفل بقى البرنامج خالص بعد ما خلصت من غير ما اقعد اضغط على اكس والكلام ده، هعمل اكزيت وانتر بقى خلاص هيقفل. اتفقنا؟ ف سيكشن النهارده صغير جدا، احنا مينلي بنتكلم على الريليشنال اوبريشنز اللي هي ايكوال. ايكوال دي معناها يا جماعه يساوي، يعني هل ايه تساوي بي ولا لا. امال يا باشمهندسه اكس بتساوي 5 اللي انت كنت بتقوليها دي؟ يا جماعه اكس بتساوي 5 يعني انا بقول له حط لي في متغير اسمه اكس قيمه 5، حط لي، فحط لي علامه يساوي واحده، لكن 2 يساوي يعني ايكوال، يعني لما اقول له ان a equal b يعني قيمة a اللي هي مثلا بخمسة equal قيمة b اللي هي بستة اللي هي بخمسة برضو، لكن equal واحدة بس معناها لما اقول له x بتساوي ستة معناها حط لي في ال variable x قيمته ستة، تمام؟ اكبر من او يساوي، اكبر من، اصغر من او يساوي، اصغر من، لا يساوي. العلامة بتاعت لا يساوي دي اللي هي شيفت حرف الذال وبعدين يساوي، تمام؟ فانت محتاج ان انت تتدرب تقعد تعمل حاجات على الريليشنال اوبريشنز، محتاج تقعد تعمل حاجات على اللوجيكال اوبريشنز. زي ما قلت لكم موقع بس وركس من المواقع يعني الجباره، تمام؟ فراجع على الارثمتك، راجع على بعد ما تخلص الارثمتك والريليشنال واللوجيكال، راجع على ترتيب الاولويات بتاع البرنامج اهو 12 حاجه دول عشان هما مهمين جدا جدا جدا. اتفقنا يا شباب؟ يبقى احنا كده الفيديو الاولاني اتكلمنا على introduction على المادة، الفيديو التاني اتكلمنا على التسطيب بتاعه، الفيديو التالت بدأنا نتكلم على الشاشة اللي بتظهر لنا وكل العمليات اللي ممكن نكتبها، الفيديو الرابع اتكلمنا على الاوبريشنز، الفيديو الخامس تابعنا بقية الاوبريشنز وخلصناها. هيبقى عندنا assignment ان شاء الله في الفيديو الجاي، مش عايزة حد يتأخر عنها وعايزاكم كلكم كده تشتغلوا. اي حد قبله مشكلة يعرفنا، ما تقلقوش من الميد ترم، ما تقلقوش من الفاينل، كل الاسئله بتاعته ان شاء الله هنغطيها سوا. محدش يقلق من الماده يا جماعه، احنا مع بعض. شدوا حيلكم اهم حاجه، ولو احتجتوا اي حاجه رقم الواتساب بتاعي على الجروب عندكم، الميل بتاعي عندكم. شدوا حيلكم وربنا معاكم يا رب ان شاء الله.